الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج في الصميم. هذا هو انعقادها 27، لكن من يتابع الأمور في موريتانيا الرسمية وحتى في قطاعات معتبرة من المزاج الشعبي يعتبر أنه انعقادها الأول. لا تصدر عنها غالبا قرارات مهمة، لكن من يتابع موريتانيا أيضا الرسمية والمزاج الشعبي في جزء معتبر منه يتوقع أنها ستصدر قرارات حاسمة لم تصدر عنها في تاريخ انعقادها الطويل. إنه المؤتمر 27 لجامعة الدول العربية الذي ستحتضنه نواكشوط خلال أيام. هنا يطرح السؤال، باستثناء البعد الرمزي في انعقاد هذا المؤتمر هذه المرة في نواكشوط، ما هي الأبعاد التي حددتها موريتانيا لهذا المؤتمر؟ هل هنالك أهداف محددة؟ ما هو السر وراء شبه حالة الطوارئ المعلنة في البلد والتي أدت إلى اعتقالات في عدد من النشطاء؟ إذا هذه أسئلة يسعدنا أن نطرحها على الدكتور محمد واللعمر المكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية، عضو لجنة الإشراف العليا على المؤتمر القمة العربية ومسؤول الملف الثقافي. دكتور، أشكر لكم مشاركتكم معنا في هذه الحلقة. أحبابكم. شكرا لكم. دكتور، لو طرحنا عليكم سؤالا افتتاحيا، هذا الزخم الكبير الذي حرصتم ويبدو أنكم نجحتم بشكل كبير حتى الآن فيه للانعقاد 27 للقمة العربية، ما الذي تريدون وراءه أكثر من أنه تنعقد هذه القمة في موريتانيا وهذا شيء عادي دوري؟ ما الذي تريدون وراء هذا الزخم الكبير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا الأخ وديع على هذه الاستضافة وتحت هذه الفرصة. مبدئيا انعقاد هذه القمة العربية يأتي في زمان متميز وفي مكان متميز. زمان هو سلسلة الأحداث الواقعة في الدول العربية. الآن المجتمعات العربية تعاني الكثير من المشاكل، المشاكل الاقتصادية، المشاكل الاجتماعية، المشاكل السياسية، وهذه المشاكل وصلت إلى مستويات معينة الآن هي تعصف بالدول، بعض الدول العربية. إذن هذا بالإضافة إلى هذه الأحداث، هناك الطموح العربي يتطور يوم بعد يوم نتيجة لمجموعة من العوامل، عوامل داخلية في المجتمعات العربية وعوامل خارجية نتيجة للظروف المحيطة بالوطن العربي، منها الظروف الاقتصادية، منها الظروف الاجتماعية، منها حتى هامش الحريات المتاح، تزايد في هامش الحريات، طبيعة المشاكل المطروحة الآن في الوطن العربي، طبيعة الأهداف اللي يطمح المواطن العربي لوصولها خلال قادته من خلال اجتماعات الدورية للجامعة العربية، هذه من العوامل المهمة جدا في انعقاد القمة العربية. العامل الثاني هو مواصلة اجتماعات الجامعة بدون انقطاع. إذا صحيح البعض يرى أن هذه الدورية أنها دورية عادية، لكن هي عادية في الزمن وفي الدوران، لكنها وصول هذه الدورية إلى موريتانيا يعطيها طابع غير العادي باعتبار المكان وباعتبار الزمن. المكان هو موريتانيا. وصول أبجدي عادي. لا، المكان هو موريتانيا. يصلها كما يصل أي دولة. كان صحيح، لكن وصل عدة دول أخرى عدة مرات. إذا الترتيب الأبجدي ليس فقط هو الوحيد المحدد لهذا. فما عوامل أخرى بالإضافة للترتيب الأبجدي، أهمها هو الاستعداد لقبول استضافة القمة. وهذا هي شجاعة اللي وصلت لها موريتانيا بقيادة الرئيس محمد بن عبد العزيز باتخاذ القرار باستضافة القمة العربية في هذا الظرف العربي المتميز. طبعا الحكم عليها بالإضافة طبعا الحكم عليها هي شجاعة أم تهور؟ سنراه بعد أن تنتهي القمة. على العموم هي شجاعة، أنا أقيمها كشجاعة انطلاقا من مجموعة من المعايير. وهنا نطرح السؤال، أين وصلت التحضيرات الآن؟ قبل أن ندخل في تفاصيل، ما الذي تتوقعون تفصيلا؟ الحمد لله التحضيرات الآن هي وصلت إلى المستويات النهائية. نحن الآن في ما يسمى بالرتوشات الأخيرة. تم وفق هذه القمم عندما تنعقد وفق آليات معروفة، هي وفق دفتر التزامات من قبل الجامعة العربية، هي الجهة المعدة والمنظمة للمؤتمر. موريتانيا جهة مستضيفة ومساعدة للاستضافة والمنظم الأساسي والجامعة العربية. إذن يوجد دفتر الالتزامات، وفق هذا دفتر الالتزامات موريتانيا تقوم بتنفيذ هذا الدفتر الالتزامات، والحمد لله تنفيذ هذا الدفتر الالتزامات. هل لكم تضع المشاهد في تفاصيل عن بعض هذه الالتزامات؟ جدا جدا. نعم. هذا دفتر الالتزامات
بعد ما جاء الفريق الأول من الجامعة العربية قامت موريتانيا بتشكيل لجنة وزارية رأسها الأمين العام رئاسة الجمهورية الدكتور مولاي محمد الأقذف، وهذه اللجنة الوزارية متعددة القطاعات، وتشكلت من هذه اللجنة أربع لجان رئيسية: لجنة الإعلامية، لجنة الثقافية، لجنة لوجستية، ولجنة استضافة. هذه اللجان الأربعة عكفت على تنفيذ هذا دفتر الالتزامات، ونحن الآن الحمد لله وصلنا إلى تنفيذ نسبة 100% لهذا دفتر الالتزامات، والوفود الأولى من الجامعة راضية. هذا الرقم رقم عربي طبعا أصيل أحيانا حتى في الانتخابات يعلن، هل هي فعلا 100% أم 50 60؟ لا 100%، 100% لعاملين عربية 100 في لا هي لا لا أتفق معك أن دائما الأرقام العربية بالترقيم العربي. بالترقيم العربي إلين نصاحب الترقيم مع العربي مع الإرادة الشنقيطية نصل إلى 100% حقيقي. إذن الإرادة الشنقيطية الآن ستوصل هذا الرقم إلى رقم 100% حقيقية. لماذا أقول 100%؟ لمجموعة من الاعتبارات. واحد، حداثة تنظيم موريتاني لهذا النوع من المؤتمرات بهذا الحجم هذه سابقة مبدئيا، بحيث الأعداد أن تستضيف موريتاني في وقت واحد خلال أيام حوالي ما بين 2000 إلى 2500 ضيف، هذه سابقة في تنظيم هذا النوع من التظاهرات في موريتانيا. هذه المسألة الأولى. اثنين، في الأعراف العادية في اجتماعات الدولية الجامعات العربية، لا أتكلم عن الدول ذات البنية التحتية القائمة اللي يمكن أن تستضيف القمم العربية في أي وقت، لكن دول أخرى كانت أقدم من موريتانيا قبلت استضافة القمة العربية لكن أعطي لها آجال حدود سنة للتحضير، موريتانيا أشهر قليلة. إذن الأشهر القليلة تشفع لموريتانيا في جميع النواقص إن وجدت، أقول إن وجدت. إذن قلة الزمن المعطى لموريتانيا في تنظيم هذه القمة، وأنه في ظرف قياسي 4 أشهر فقط لتنظيم هذا النوع من القمم، يشفع لموريتانيا في جميع النواقص إن وجدت. تتحدثون عن 100% العفو، ونحن أول اختبار الآن مثلا لو أخذنا البعد المتعلق بظروف إقامة الضيوف، أمس ضيفين من الضيوف ظهرت أخبار عبر وسائل الإعلام بعضها وطني وبعضها أجنبي عن يعربان عن تذمر من ظروف الإقامة. لا أقول صحيفة الجمهورية اللبنانية، لا أقول تذمر، لا أقول أنه الوفد الرسمي اللبناني سيكون في المغرب، قالوا إن الظروف البيئية وظروف الفنادق غير مناسب، وعلى بعض موقع وطني أعتقد أنه موقع صحيفة الحرية أنه ممثل فلسطين في الجامعة العربية ذهب به إلى أحد الفنادق فخرج مغاضبا إلى مقر سفارة فلسطين. لا. يعني لو أخذنا هذا كمؤشر لا يبدو أنه 100%. لا 100%، واتخذت كافة الوسائل اللازمة لأن تكون الاستضافة 100%، هذه مبدئيا. واحد. اثنين، وإن كنت ماني معك في انتقال الضيوف، كل ضيف يجي لموريتانيا يأتيها بمجموعة من الأفكار المسبقة، هذه الأفكار منها الأمن، منها الحرارة في المناخ، منها الظروف غير المناسبة للإقامة، منها نظام فندقي غير ملائم، منها 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 كثير من المواصفات الموجودة كانت في ذهن الضيف. وإحنا كنا ضيوف في دول أخرى، وكل حتى أننا كنا نصاحب في زياراتنا في بعض من الضيوف يقول لك أنا ما نسكن في الطابق 25. هذه ترجع لظروف الضيف. في بعض من الدول الأخرى لما تسافر لأوروبا يقول لك أنا عندي حساسية في الصدر ما يمكن ننزل في في في, في ريد شوسي. لكن لماذا؟ لأن الرطوبة فيه مرتفعة. لكن يقال إنكم في اللجنة اعتنيتم بالبهرج بالطرق، وهؤلاء الضيوف طبعا لا أتوقع أنكم تريدون أن تستضيفوهم على قارعة الطريق، وربما أنجزتم بعض الإنجازات وهكذا يبدو شكلا، لكنكم غفلتم عن بعض الجوانب الأساسية، ومنها أين سيقيم هؤلاء. النظام الفندقة نعرف أنه هذا جديد على البلد كله، كل صحيح. البنية الفندقية هذه عمرها سنوات وأغلبها خارج التصنيف، خارج التصنيف الفندقي. أنا أسأل بشكل يعني واضح، هل كان ضمن عملكم كلجنة أنه تعتنون بهذا الجانب؟ جد تدعمون جد. كيف ذلك؟ جد. الضيف عندما يصل المطار يستقبل، عندما يستقبل من المطار إلى المدينة إذن لازم لهم بنية تحتية، والاستثمار القمة مبدئيا ليست فقط قمة سياسية، القمة اقتصادية وقمة تنموية للبلد. التنموية في البلد ليس فقط من خلال اتخاذ القرارات اللي وإنما تنموية في طبيعة تنمية البنى التحتية اللي المحضرة لاستضافة هذه القمة. البنية التحتية بتوزيع هذه الدخول، احنا وزعنا في الأشهر الماضية رقم كبير جدا في الدخول الموزعة من أجل البنية التحتية.
تشغيل الفنادق هو تشغيل اليد العامله لموريتانيا الى غير ذلك. حتى اكمل. واذا الضيف اذا في بنيه تحتيه لازم تكون مريحه وفق المواصفات، هذا ما تم انشاؤه. كيف البنيه التحتيه؟ نريد ان نفهم كيف تدخلتم كلجنه مشرفه لضمان انه الاقامه ستكون مناسبه في مجموعه فنادق خصوصيه، كيف؟ نريد ان نفهم المشاهد. هذه تم توزيع الضيوف تم توزيع الضيوف الى اقامات، في اقامات خاصه واقامات فندقيه. الاقامات الخاصه لضيوف معينين والفنادق لضيوف ايضا. هذه الفنادق كلها الان لا تستوعب بامكان طاقتها الاستيعابيه انها تستوعب حوالي 60 الى 70% من الضيوف القادمين باذن الله. والباقي سيستضاف في اماكن استضافه تم اعدادها وفق المواصفات المطلوبه. طيب نصل الى وهي الان مريحه. وعندما اقول نقول ان موريتانيا استضافت ما بين 2000 الى 2500، وعندما وان كان هون وليس رايي وانما وليس لكن هامش الخطا ايضا وهامش عدم الرضا عندما يكون 0.1 او 0.01 لن يكون مؤثرا تاثيرا كبيرا على حجم الرضا. المشكله النسبه اللي تعاطى معها حتى الان هي نسبه دولتين ولا نعرف كم عدد الدول اللي وصل منها. لا تقول دولتين، انا اتحدث عن معلومات فقط. لا اقول لبنان هي صحيفه الجمهوريه وهي صحيفه رسميه وصحيفه ذات شهره. لا صحيفه الجمهوريه عندها الخبر اما تعتمد على موقع في موريتانيا واما تعتمد على مراسل، والاخبار طبيعتها طيب ممكن اذيكم اللي زاد الله على هامش التحفظ في الجوهر. نحن نعرف انه هذا الانعقاد 27 لجامعه الدول العربيه، وعبر تاريخ هذه الانعقادات لم نرى في أي دولة من الدول مستوى من الاهتمام ومستوى من الهالة ومستوى من تعليق الآمال على انعقاد كان فيه العرب في حال أفضل. العرب وضعهم صعب وأنتم ذكرتم ذلك في حديثكم الافتتاحي. ألا ترون أنكم تخدعون الناس، تبيعونهم وهما حين تتحدثوا عن آمال وأن هذه قمة كبيرة وقمة تاريخية؟ هي قمة كبيرة وقمة تاريخية من حيث الانعقاد وزمانية الانعقاد، وقمة تاريخية من حيث مكان الانعقاد. تاريخية كيف وصفتم؟ لأن الظروف العربية الآن هي ظروف انعقاد القمة في هذه الظروف، والسعي أن القمة العربية تنعقد هذا في حد ذاته يعتبر نجاحا متميزا. يعني أن تنظم مجرد أن يجتمع العرب اجتمعوا، هذا رقم 27 ليس كافيا. ستتخذ قرارات، لدينا 27 نجاح. ستتخذ قرارات في القمة، ستتخذ قرارات. ما هي أهم لا لا لا, لا 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 يمكن نعطيه الآن. أظن ما يقول في في في, في ما يمكن أن نحرق معلومات، لأني أنا ماني في اللجان التحضيرية لأوراق القمة، لكن أوراق القمة كما قال الأمين العام أصبحت جاهزة. وهذه الأوراق يعني في تاريخ القمم العربية غالبا هذه الأوراق تتطاير حتى قبل أن تناقض القمة ويطلع عليها. لا أوافق، وهي عادة حشد من بعض الأحرف من السيني والسوف وإن وما إلى ذلك. لا 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 لا, لا لكن لا. لازم لديكم فكرة عن الملفات التي الملفات هي ملفات بالأساس ملفات سياسية وملفات اقتصادية. ما هي لو طلبنا عناوين لها؟ لا يمكن أعطي العناوين الآن في هذه اللحظة، لأن حتى اجتماع المناديب الدائمين للجامعة العربية سنعقد قدا. كيف يطلب مني الآن أن أقول ما هي القرارات التي تتمخض عنها الاجتماع؟ أول اجتماع طيب. لأن فقط أيضا اجتماع القمة العربية لو تركتم جانبا وصفتكم الرسمية أنتم لا يمكن أن نترك أقصد مؤقتا يعني في تحليل أنتم أستاذ جامعي و تعرفون انه الحاله العربيه الان هي حاله صعبه جدا ولديها ملفات مستعصيه جدا، هل تعتقدون ان الظرف العربي الان مهيئ لكي تكون هذه القمه فعلا تاريخيه من حيث مخرجاتها؟ هذا مرهون بالاراده العربيه. اذا توفرت الاراده العربيه عندكم احتياط هنا من الاراده العربيه ستوزعوه على على القادة العرب؟ أتحنا له فرصة بحكم ان أتحنا زمانا ومكانا لانعقاد القمه نتطلع إلى أن موريتانيا بهامش الحرية الكبير المتاح في موريتانيا وهذا المستوى من الديمقراطية وعدم التحفظ وحياد موريتانيا في الكثير من الصراعات العربية ناقصة، هذا يعطي للمكان الموريتاني عنصر تميز ناقصة أنه يكون مكان لاتخاذ القرارات. لكن هؤلاء ما شاء الله ما عندهم أزمة حرية، هم ماخذين حريتهم لأنهم ماخذين أوطان كلها يتصرفون بها. لا أتفق برضا شعوبهم، برضا شعوبهم، هذه قرارات شعوبهم برضا شعوبهم يعني 100%. هذه أيضا تقويم عربي أكيد. لو اخذنا بعين الاعتبار انه او لو استحضرنا حقيقه انه موريتانيا لم تكن هي الدوله التي ينبغي ان تستضيف القمه، كانت هنالك
المغرب المفروض أن تستضيف هذه القمة، المغرب اعتذرت، ويبدو أن القمة ستضيف إلى مشكلات العرب مشكلة جديدة، أو ستضيف تعقيدا إلى مشكلة جديدة بين موريتانيا والمغرب، هل توافقون على هذا التعليق؟ لا لا لا، هذا أمر طبيعي. هي القمة عبارة عن تحضير، وهذا التحضير عنده مجموعة من الأبعاد، أبعاد مادية، أبعاد تنظيمية، أبعاد سياسية، أبعاد، وكل دولة تقرأ هذه الأبعاد من خلال وجهة نظرها، وعندها حق تماما. والمغرب بلد عربي شقيق، وقد استضاف القمة أكثر من مرة، وإلى أخر إلى اسمح أن دول أخرى تنعقد فيها القمة، يعتبر يعني هو المغرب تنازل عنها إثارا لموريتانيا. لا تنازل المغرب هو قرار شأن مغربي داخلي، لا يحق لي أن أتكلم فيه، لأن هذا قرار مغربي، قرار سيادي للمغرب، كما أن قرار استضافة موريتانيا قرار سيادي لموريتانيا، استضافة قمة في موريتانيا قرار سيادي. لكن المتداول والبديهي أنه المغرب أدركت، لا البديهي لا أدركت، أن المتداول لا يعطيه هامش من كبير من 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 البديهي لدى البعض سننسبها، ما في مشكلة، ليس بديهي لدى حسب آخر. حسب طبيعة البعض اللي عنده هذا بديهي، لأنه المغرب أدركت أن الظرف العربي الآن هو ظرف غير مهيئ لأن ينتج عن القمة، أن ينتج عن القمة العربية أي، أن يخرج عن القمة العربية الحد الأدنى مما يتطلع له العرب. فلم يشأ المغاربة أن ترتبط المغرب بقمة قد تكون هي أسفل، يعني في الترتيب الأسفل، وعلى فكرة أكيد يعني في يعني سوابق كثيرة مع الأسف في تدني مستويات القمة العربية. ألم تخشوا أيضا أنتم أن تكون بريطانيا تأخرت 26 انعقاد، ويكون الانعقاد متواضعا جدا في مخرجاته، ترتبط نواكشوط بأدنى قمة عربية من حيث المخرجات؟ أنا ما عندي علم في أن القمم العربية تنعقد على معايير تنقيط مبدئيا، لأن عود القمم العربية تنعقد على معايير تنقيط، وهذه معايير تنقيط تخرج منه الدولة عن طريق آليات تنقيط بقبول استضافتها، والله دولة فشلت أعطيها أقل من 10 في التنقيط، وبالتالي تحرم من لما انعقدت قمم في دول أكثر من مرة وقد لا تعطي نتائج تذكر في بعض الحالات. هذه ما هي المعايير؟ المعايير ليس بحجم القرارات المتخذة في القمة، هي معايير واثنين هو ترتيب أبجدي دول يا دكتور، لكن صحيح لكن الدول حسب لكن قبول الترتيب الأبجدي، حتى ولو سلمنا أنه ترتيب أبجدي، لكن قبول الترتيب الأبجدي في ظرف متميز عربي وظرف زمني متميز للتحضير، هذا يعطي لموريتانيا يحق لها أن تفتخر باستضافة القمة العربية. 4 أشهر دولة ما كانت عندها بنية تحتية كبيرة، دولة يشك الكثيرين في استضافتها قدراتها التنظيمية، دولة يشك الكثيرين حتى في ظروفها الأمنية، وكل اللي قلته هي عبارة عن مفاهيم عند الآخرين قبل ما يجي الموريتاني، لكن بعد ما يجي الموريتاني ظروف الأمنية على ذكر الظروف الأمنية نحن دخلنا حالة شبه حالة طوارئ، في حين أنه في دول أخرى تنظم قمم عربية ربما يعلم الساكنة القريبة جدا حجم الدول، حسب حجم الدول. الآن لما نتكلم عن دول عواصمها فيها حدود 15 مليون صحيح، العاصمة نفسها على حيز مكاني يسمح بأن القمة لما تستضيف الرؤساء وزعماء العرب سيكون الحيز المكاني المنعقد عليه في حيز مكاني القصر 14 مليون. نحن أمام عاصمة إدارتها الآن تتبع للجيش. لا 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 لا, لا. هذه إجراءات تنظيمية تتبع للجيش الآن. لا في كل الدول العالم في كل الدول العالم هذه إجراءات تنظيمية، إجراءات تنظيمية إنه الجيش في جميع الدول الجيش يتولى الأمن في ظروف عادية في لا الجيش ما تولى الأمن، الجيش الآن هو العاصمة، العاصمة تم تقسيمها إلى مناطق أمنية كيف ما تعمل جميع الدول وفق القدرات العتادية لكل اختصاص جهات اختصاص أمني معين، وكل قطاع أمني موريتاني مستخدم في هذه العملية وفي غيرها وفي 100%، ودرجة الترقب صحيح كبيرة جدا، ترقب كبيرة جدا، غير ترقب ما معناها وجود لخلال الأمن الثقافية، وإنما لمحافظة على الأمن في الترفيه. أنشطة ثقافية علقت ما هو علق أي نشاط، ما هو علق أي نشاط علق، ما هو علق أي نشاط في حزب سياسي، حزب ما هو علق كان أي لديه نشاط. مؤتمر لمجلسه الوطني واقتحم في أثناء المؤتمر، ما عندي في جمعيات في جمعيات كان لديها ضيف أيضا، وأنتم ترفعون شعار كرم الضيافة قادم من الخارج ومفكر كبير،
ايضا اعتقل في المطار بطريقه لا لا ما نقول اعتقل ورحل لا ما نقول اعتقل لا لا اعتقل هو لا ما نقول اعتقل نقولوا على ان موريتانيا بلد عنده سياده والبلد اللي عنده سياده ممارسه النشاط عليه فيه من اختصاص الدوله ووزاره الداخليه ونقول ان ولوج الدوله ولوج لهذه الدوله ايضا لهذه بلد سياده ما هو ملك الاخر ملك الموريتاني وبالتالي موريتانيا حق لها ان اي ضيف قادم لها يلتتم علاش نعطوه فيزا فيزا قبول استضافته قبول استضافتك معناها فيزا انتم تتبجحون بانه كرم الضيافه وانه الجميع يجب ان يرحب بجميع ضيوف موريتانيا، لماذا ضيوف موريتانيا بعضهم مرحب به الجميع وبعضهم مرحب اعتقل ومرحل الجميع جميع الضيوف جميع الضيوف الازدواجيه جميع الضيوف اللي اللي اللي, اللي جو الموريتاني مرحب به هذه هي اللي جميع اللي عند جميع يعني هذه كيف تخرجوها من هذه الحاله حاله دكتور طارق رمضان ليس من الجميع هذا لا من الجميع جدا من الجميع ومرحب اي ضيف يصل موريتانيا لكن ايضا وزاره الداخليه لموريتانيا واداره الامن في موريتانيا اداره عندها سياده ويحق لها تقبل اي قرار واذا ما معناها المواطنون المعتقلون الان في الان عشرات في السجون عشرات الشباب معتقلين الان في السجون هؤلاء ايضا غير مرحب بهم لا ينبغي ان نضحي بحريه شباب موريتانيا لكي يرتاح الزعماء العرب هل انتم مرتاحون في انا ماني مرتاح في اداره القمه العربيه في رئاسه الجمهوريه مرتاحون انه عشرات الشباب معتقلين بعضهم كان في معلن عن اضراب عن الطعام في السجن لكي يرتاح احنا مرتاحين في رئاسه الجمهوريه ان كل مواطن موريتاني يعود ينعم بالعيش والرفاه اللي المطلوب يا غير مرتاحين فعلا المواطن الموريتاني هامش الحريه اللي عنده لا ما حد ما فات اعتدى على حريه الاخر وعلى ان احنا فقط ما لا حد ما تقرب ما تقدر من رؤساء العرب والملوك العرب لا احنا ما نوفر الامن لله لفئه معين نوفر الامن للجميع اذا تقدر تقول لي استاذ وديعه على ان نوقفوا اعتقالات النشل مثلا في سوق مرسى كابيتال لا دكتور احتفالا دكتور المشاهد نعطوا للمشاهد مثلا المشاهد يعرف ما الذي يجري يعرف انه هذه تفخرون بها وتفخر كانت بها موريتانيا وما زلنا انه يوميا امامكم في القصر هنالك عشرات المظاهرات وهنالك عشرات الاحتجاجات وهذا كان يمر بشكل طبيعي الان وما زال الان لا لم يعد وما زال لا لا في الان معتقلين تم اعتقالهم على خلفيه عمليه الترحيل التي تمت في دبي وعماته فيه معتقلين من نشطاء 25 فبراير فيه معتقلين لا نعرف على ماذا تم اعتقالهم اصبحت لديكم حاله شفت حاله شفت هستيريه شفت من الاعتقالات شفت 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 الخبر في الاعتداء على اجهزه الامن وذوك ما هم مواطنين نحماه ما عند المواطن رجل الامن لان يعتدى عليه بالسكاكين ويعتدى عليه هذا يريحك أغلب هؤلاء المعتقلين يريحك ان نوفروا هذا اغلب هؤلاء المعتقلين اعتقلوا من منازلهم لم يكن لهم علاقه بالاحداث لا هذيك اجهزه الامن وانا ماني مخابرات ولا جهاز امن ما نعرف الاليات وفيها جهاز قضائي لكن الاصل الاصل الناس الاصل شخصيا مؤمن على ان الجهاز الامني والجهاز القضائي على انهم يتكاملوا في المهمه اللي عندهم وعلى ان اللي بريء سيطلق سراحه واللي ما هو بريء امام عداله يدافع عن نفسه وتحكم عليه والله وانا واثق جدا في العداله الموريتانيه والامن الموريتاني. احيل هؤلاء الشباب واخرهم قبل ايام احيلوا في حاله تلبس رغم انهم لم يعتقلوا في مرتكبين لجرم ولا حتى لجنحه. الا هل من دفتر الالتزامات التي تحدثتم عنه لتنظيم القمم العربيه ان اعتقل الناس بهذه الطريقه التعسفيه؟ هل فعلا هذه معايير يعني تحتاجونها لكي تستحقوا استضافة تكون عاصمة العرب؟ احنا نحتاج ان كل مواطن موريتاني يشعر بالمواطنة مبدئيا ويشعر بعلن موريتاني امام تحدي استضافة قمة عربية وعلن انجاح القمة مسؤولية كل مواطن موريتاني وان الجميع يالطو يساهم فيه وان اللي في ذهنه علن ويالطو يشوش على القمة العربية في هذه المرحلة يعتبروه انه مواطن تناقصة لانه شوش على قمة العربية قمة تحدي بالنسبة كيف مواطن تناقصة؟ دكتور هذا كلام خطير. لا المواطنون لهم الحق، القمة العربية في النهاية هي عبارة عن عمل سياسي لهم الحق عملك سياسي لهم الحق فيك. لهم الحق أن يفرحوا جد. لهم الحق أن يحزنوا ما وقفنا لهم الحق أن يحتجوا لهم الحق أن يحتجوا لهم الحق أن يحتجوا حتى على القمة العربية جد. نحن بلد ديمقراطي لدينا دستور جد. فكيف تقول لي إنه واحد احتج على القمة العربية صرخ كتب دون إنه مواطن تناقصة في صحفي محكوم لأنه دون فيهم محتجين فيهم مدونين انا لا اعرف لا عندها في اذهانهم أنا لا في اذهانهم أنا لا اعرف انا لا انا شخصيا ما عندي علم مدون ولا صحفي نحكم لانه احتج والله كتب لان في صحفي في صحفي معتقل لانه احتج على وزير الثقافه رعولة تعد الي رعولة تعد رعولة تعد اليه الاحتجاج اللي عدلت عد ما اليه الاتفاق اليه الاحتجاج المتفق عليها ان اليه تعبير
نموذجية في آلية التعبير. آلية معروفة في السياق الديمقراطي تحصل، قد لا تكون الأفضل لكنها تحصل في السياق الديمقراطي. إذا لين تعودوا أنتم تقيموها بأنها الأفضل لكن مسألة ثانية. لا أنا ما قلت أنا الأفضل، نحن لا نقيم، نحن نطرح عليكم يعني أنتم تحكموا. الصحافة أنا أحكم على أني حق لك تحتج غير بآلية نموذجية في التعبير وتعود تتناسب معك تابعنا في الإعلام قبل فترة رئيس وزراء إحدى البلدان الديمقراطية احتج عليه بطريقة عنف فانحنى احترام، هذا شكل احتجاجي يقوم به المواطن، قد لا يكون هو الشكل اللي انحنى فيها رئيس الوزراء في هذا. شفت سلوك مواطن وحدين مواطنها في الاحتجاج في الشارع، اعتداوا على على كل المعتقلين، اعتداوا على الشارع، اعتداوا على إنارة عمومية. المعتقلون الآن لم يعتدوا هؤلاء يحتجوا، انقيسوا المواطن مع الأساس، هؤلاء يحتجوا ولهم الحق أن يحتجوا جدا، أن تحتج حقك طبيعي. لكن يبدو أنه لما ندخل في أجواء القمة العربية لازم نتصرف بهذه الطريقة حتى نثبت عروبتنا. لا لا لا، شوف احنا عندنا في استضافة ضيوف كبار ولا نبقوا حد يعكر صفو ضيوفنا، هذه مبدئيا. واثنين مؤمنين إلى عاد، وفيه آخرين في البعض آليات الاحتجاج اللي عنده سلمية يقد لا يشيبها في لحظة آليات احتجاج غير سلمية. ياك ما ندخلوا في ذي الورطة، احنا ما مقبول عندنا في ذي الظرفية، ولكننا قاع شاكين على ان فيه مواطن في ذي الظرفية ذاك يقد يحتج في موريتاني. هذول المعتقلين لم يحتجوا حتى الآن، حتى بعض الأحزاب واخذ بيانات مشجعة جدا وساند استضافة موريتانيا للقمة العربية وطلب من منتسبيه على أنه يوقفوا كافة أوجه الاعتداء لأنه يعترف أن هذه القمة قمة موريتانيا. طيب هذا حقهم، لكن هذه الأحزاب قد لا تكون مقنعة للبعض، أيضا هناك أحزاب لها الحق أن تقول، وجماعات لها الحق أن تقول أنها ليست راضية على القمة العربية، يحق إن أنها لا تريد هؤلاء، لهم الحق في ذلك، يحق أن احنا ننوه على الأقل القمم قمة العشرين باللي قبل استضافة قمة موريتانيا وشجع ورفع هذا الحس المواطني. احنا مهم عندنا نشجعوه لأنه يطالبين من الجميع أن يحذوا حذوهم، قمة من السياسيين والصحفيين. قمة العشرين وهي أعلى قمة في العالم من حيث دول تأثيرها الاقتصادي والسياسي، هذه كل مرة تنعقد تكون هنالك سلاسل بشرية من مواطني الدولة التي تنعقد فيها ومن مواطني العالم، ولا تعتقد سلاسل بشرية يحتجون. لا تعتقد بهذه الطريقة. لا، أولا هؤلاء اعتقدتموهم قبل أن يحتجوا لأنه في أذهانهم كما قلت. ثانيا أنتم تقولون أنه من يحتج مواطنته ناقصة. لا ما نقول على أن اللي يحتج في هذه المرحلة لموريتاني في ظرف متميز، لموريتاني فيه ظرف متميز، احنا مرتبين الأولويات، هذا ترتيب الأولويات يعطينا الأولوية عندنا ذرك هي الاستضافة واستضافة. طيب على ذكر الاستضافة، من عدد الضيوف أو كم عدد الضيوف حتى الآن الذين أكدوا المشاركة في القمة؟ ضيوف يعني المستوى الأول، ملوك أو رؤساء؟ الآن أنا حسب علمي كل الدول العربية الآن أكدت على أنها ستحضر موريتانيا، هذا طبيعي، لكن من سيشارك؟ هذا أمر يتغير في أي لحظة، لكن حتى الآن ما عندنا معلومة في دولة عربية ما هي مشاركة. والله أنا بعد شخصيا، هل تستطيعون تأكيد بعض المعلومات اللي تم تداولها أنه ملك السعودية مثلا سيشارك، أنه ملك المغرب سيشارك، انه امير قطر سيشارك، انه رئيس المصري سيشارك؟ هل هذه يعني هناك بعض الدول لها تأثير ولها ثقل. موريتانيا قبلت اجراءات استضافه الجميع الملوك والزعماء العرب، مرحبا بهم في موريتانيا. قرار ونسعى وطلبنا وارادتنا وسعينا على ان الجميع يجي لقمه نواكشوط بحكم تميزها الزماني والمكاني، وفي الأخير قرار المشاركة قرار سيادي لكل دولة عربية. يعني لا تريدون أن تقولوا للناس من سيحضر؟ المعلومات اللي عندي إن جميع الدول الآن ما في دولة فتعبرت عن عدم مشاركتها. لو أخذنا دولة مثل المغرب التي تأخرت في استقبال الدعوة، هل لديكم تأكيد أن المغرب ستشارك؟ أنا ما عندي تأكيد أن المغرب على الأقل في لحد هذه اللحظة ما أعلنت عدم المشاركة. واحنا القرار في الاخير هو قرار بيوم انعقاد القمه، اللي حضر نعتبره مشارك واللي ما حضر نعتبره غير مشارك. اذا نترك والجميع. هل لديكم سقف للنجاح، نجاح القمه، انه تكون نسبه المشاركه من الرؤساء
سبعين واحد ما 80% أنتم كلجنة هل لديكم هل وضعتم لا لا ما أي دولة أي دولة تستضيف قمة تسعى لأن تكون نسبة المشاركة كبيرة من 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 المستوى الأول ستكون إن شاء الله ستكون إن شاء الله نسبة المشاركة لكن هل لديكم هل لديكم معيار حددتموه لا ما يحق أن إحنا نحدوه لأن ما لأنها آلية تقييم لهذا ولا هو من اختصاصنا إحنا لجنة إحنا لجنة تنظيم قمة عندنا بعد لوجستي عندنا بعد استضافة بعد تنظيمي بعد إعلامي هو اللي نعدله اللجنة وهذا بإذن الله سيكون في المستوى المطلوب بشهادة الجميع وبرضاهم حتى الآن الوفود الزائرة إذن هذا حجم المشاركين ياك نحكم على القمة القمة السابقة ما قط نحكم على قمة سابقة حجم مشاركين من دركان لأن القرارات في القمة العربية كلها قرارات توافقية تتخذ بالإجماع بالإجماع ما دام قرارات توافقية وبالإجماع ولا فهم هذه هناك اتفاق عربي وحيد شهير يعني من قديم أن اتفق العرب على أن لا يتفقوا وهذا طبعا مستمر أتمنى أن قمة المرشود تكون اتفق العرب على أن يتفقوا هذا تمني وحلم ولعله جزء من الشعر أتمنى هذه على الأقل تسمح لي نتمناها سنعتبره شعرا وسندخل من خلاله إلى الملف الثقافي الاقتصادي ما يقولوا الشعر يقولوا لا لكن لا الواقع لكنكم الآن ترأسون اللجنة الثقافية فلعل عدوى هذه الثقافة إن شاء الله خير. ما هي الخطة الثقافية التي وضعتم كافة القمم العربية كانت قمم سياسية بامتياز وقمم اقتصادية بدرجة في القمة الموريتانية أضافت أنها تضيف جديد في القمم العربية هذه الإضافة هي بالإضافة الثقافية اللي موريتانيا حاولت فيها النتيجة التباعد في المزارات في موريتانيا والمناطق السياحية وقصر الوقت اللي عند الضيف إقامته في موريتانيا أن نعملوا علينا نعدلوا قرنية الثقافية في موريتانيا نعطوا الصورة الثقافية لموريتانيا الحقيقية لأن موريتانيا دبلوماسية من الآن دبلوماسية سياسية لكن من القديم كانت دبلوماسية علمية علماء موريتاني مشاو من الشمال من الشرق الى الغرب وهذه الدعوه الموريتانيه والرساله العلميه وصلت من الشمال الى الجنوب من الشرق الى الغرب الان ذاك لا نتبعه اليوم بهذه الدبلوماسيه السياسيه قريه ثقافيه كيف هذه القريه الثقافيه اللي تود عباره عن تقريب المناطق السياحيه في موريتاني فيها عده فيها مزارات فيها ذيك المزارات قربناها هذه قيمه بالفعل هذه القريه قيمه في استاد على حدود في الملعب الاولمبي على حوالي 1900 متر مربع هاي القريه الثقافيه فيها عروض فيها مكان خاص بالصناعه التقليديه فيها المشروبات والمأكولات الموريتانية فيها خيمة للمخطوطات فيها خيمة للتراث فيها خيمة للسينما فيها خيمة للمنتجات العلمية الموريتانية الكتب والمؤلفات خيمة للشعر والأدب فيها كبار الشعراء لا يعدلوا يحيوها بقصائد فيها إحياء فيها مزار فيها وقت يومي مفتوح لجميع الضيوف انهم يشوفوا الوجبات الموريتانيه والمناطق السياحيه مقربه والسينما الموريتانيه وتطورها المؤلفات الموريتانيه المخطوطات الموريتانيه عباره الشعر الموريتاني هي والصناعه التقليديه في موريتاني هذا لو اخذنا المنتج لو اخذنا السهرات الليليه اللي لا يتعدل لو اخذنا المنتج البروفا اللي حتى الان ظهرت من خلال مجموعه من الندوات يبدو انكم لم تكونوا بعيدين منها ومن خلال بعض البرامج ايضا الموجوده على مستوى وسائل الاعلام الحكوميه هنالك انتقاد واسع انه تريدون حبس وحجز جزء من الصورة في موريتانيا تريدون أن تظهروا للعرب الجزء العربي حتى ببعده الذي ليس أكثر اتساعا وكأنكم تريدون أن تخفوا أيضا أبعادا أخرى في الثقافة الموريتانية لماذا تخجلون؟ لماذا تريدون أن تقدموا الصورة معكوسة أو لا 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 محجوزا بعضها الصورة بهذه الطريقة الصورة اللي لا ينقدموا في القرية الثقافية هي غينة التنوع الثقافي الموريتاني وحاضر التنوع الثقافي الموريتاني حاضر في القرية الثقافية وذي بالذات هي الرسالة اللي كنا نبقى نوصله وجازيكم بخير لأنكم أعطيتونا الفرصة فيها لأن هذه القرية لكن الثقافية الأنشطة التي رأينا لا تبشر بهذا لا الندوات التي أقيمت أحد الدبلوماسيين قال فيها بشكل صريح دعا علنا أنه ينبغي للموريتانيين أصحاب البشرة الفاتحة أن يخرجوا للشوارع لا 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 حتى يقدموا هذه الصورة لا علم لي الأنشطة التي تابعنا على وسائل الإعلام الحكومية تعكس أيضا هذا الجزء لا 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 لا, لا, لا. القرية الثقافية هي عبارة عن مجسم في مكان محدود للتراث وغنى وتنوع الثقافة الموريتانية بكلها حتى من مملكة غانا إلى اليوم معناها فيها التاريخ الموريتاني كله بتنوع حتى هذه بأي معنى يعني مملكة غانا هي أهم لا يعني فقط في بعد زمني على الأقل يسمع هو لا تنساوا أن احنا عندنا حيز مكاني محدود وعندنا مولي وقت زماني محدود أنت ما يمكن لكن أنا أريد أن أعرف هل لديكم فعلا ممكن تكون هذا خطأ حصل وتحترفوا به الأنشطة التي حصلت هل أنتم راضون
عن مستوى التنوع، عن مستوى تمثيلها. الأنشطة الجارية في أنشطة أقامتها مراكز ثقافية غير بعيدة منكم، فيها أنشطة على الإعلام الحكومي. الإعلام الحكومي هذه المراكز الثقافية قائمين عليها مجموعة من المثقفين الموريتانيين، وحق لهم وحقهم الإعلام الحكومي. يستضيفوا الإعلام الحكومي. الإعلام الحكومي مفتوح للجميع. لم نرى فيها تنوعا أنا بعد، لا في المعنى الثقافي ولا في المعنى الاجتماعي. أنا بعد شفت تنوعا، أنا شفت تنوع الثقافي، لأني تابعت ما نعرف اللغات الأخرى غير نعرف البولارية، وشفت برنامج بالبولارية عن القمة العربية، وشفت نحن نعمله على رفع الوعي المواطن الموريتاني باستضافة القمة الموريتانية. ساعات ما بعد النوم طبعا، لا في ساعات نهارية. طيب. وفي أوقات ذروة ومتميزة اللي ما هو في نشرات الأخبار. إذن هذا التنوع الثقافي لا يعود حاضر في موريتانيا، غير اللي يبقي ليعطي للآخر. الآن في الزائر الموريتاني في زمن محدود، أن التنوع الثقافي لا ينحجز عنه، لكي الصورة الخاطئة اللي احنا نبقيه للآخرين ما توصلهم، فقط نبقى يوصل للآخرين الصورة الحقيقية للتنوع الثقافي الموريتاني. ولا في حد يخجل من التنوع الثقافي، لأنه واحد من عناصر قوة موريتانيا. قوة موريتانيا، لذاك موريتاني بعهد قريب كان ترأس الاتحاد الإفريقي، اليوم ترأس الجامعة العربية. وهذا معناه شنو؟ معناه الموريتاني هي الوسط في عبور الثقافتين، وهذا عنصر ما نعتبره يكون تميز بالنسبة لموريتانيا. القرية الثقافية هذه قلتم، هل ستكون مفتوحة أيضا أمام الإعلام المحلي؟ مفتوحة أمام الإعلام المحلي وأمام الصحفيين الأجانب. وهون من هذا المنبر لا يعود مساء 22 أظن لا يتعود فيه سهرة خاصة بالإعلاميين وكافة الإعلاميين الوطني، الإعلام الوطني والإعلام الأجنبي بشقيه العربي وغير العربي، لا يستضافوا في القرية الثقافية. ومن بعد لا يعود اجتماع، لا يتعود سهرات مستمرة هي على مدة حوالي 6 سهرات أو 6 ليالي. هل سيكون في برنامج ثقافي عام خاص باجتناء السهرة؟ فيه برنامج نهاري بالإضافة للتذوق والوجبات ومشاهدة المخطوطات والمكتبات الموريتانية. في محاضرات لا تلقى في خيمة الأدب والشعر، هذه المحاضرات هي محاضرات لا يلقوها مجموعة من المثقفين الموريتانيين، ومسموح للجميع أن يشارك فيها ويبدي فيها رأيه، وكلها عن الظرف العربي وتميز انعقاد القمة في موريتانيا. على المستوى السياسي لم نسمع شيء عن تحضير لهذا المستوى. هذا هو الجوهر، هذه كلها سواء المستوى اللوجستي سواء المستوى الثقافي، هذه كلها مكملات في القمم، لأن القمم لا تنعقد لكي تعبر طريقا بكل تأكيد لن يكون الأروع أو الأجمل، وكل حال قد تكون جريت عليه تحسينات، ولا تنعقد لكي تسمع شعر. القمم تنعقد لكي تحل مشكلات سياسية قائمة، لكي تتفق على مشاريع وعلى برامج. هذا البعد غائب تماما عن لا، ما هو غائب. ومبدئيا في آخرين يبقوا يحملوا قمة نواكشوط، يبقوا يعطوا صورة عن قمة نواكشوط يجب أن تتخذ القرار أو تكون قمة فاشلة. لا، القمم ما قطعت قمم قرارات بدرجة أولى. قمم قرارات، وقمم رسم آليات اتخاذ قرار ومتابعة. لأن يعني موريتانيا فقط ما هو لا يترأس القمة العربية للمرحلة القادمة، لا يترأس جميع مفاصل اتخاذ القرار في آليات اتخاذ القرار العربي في المستقبل. لا يترأس اجتماع مجلس الأمناء الدائمون، لا يترأس اجتماع مجلس الوزراء الخارجية، لا يترأس جميع مفاصل اتخاذ القرار لا يترأس موريتانيا، وهذه ميزة. طبعاً عادة القرار العربي الجهة الوحيدة النافذة فيه هي جهة الوزراء الداخلية، يجتمعون 100% وينشطون والبقية لا. القرار العربي الجهة اللي فاعلة فيه هي الإرادة العربية. طيب الدكتور، لدينا بعض الأسئلة، بدو عدد كبير من الأسئلة، هناك مستوى متابعة للحلقة نريد أن نعطيها ما أمكن من يعني لدينا تقريبا حدود 10 دقائق بقية. يسلم محمود لديه الكثير من الأسئلة، لا أعرف يمكن أن نأخذها كلها. يقول أسئلتي: أولا، لماذا منحت صفقات القمة دون مناقصات؟ ولماذا تم منع كل الأنشطة الثقافية والحزبية خلال الأسابيع الأخيرة؟ لماذا يتم ترحيل الفقراء من الأحياء القريبة من مكان انعقاد القمة؟ لماذا تقتصرون في لجان الإشراف والاستقبال والمرافقين والمرافقات على شريحة واحدة وتقصون بقية الشرائح؟ هل ترونهم غير معنيين بالقمة أم أنها قمة لجزء من أبناء موريتانيا دون بعضهم؟ نبدأ بموضوع الصفقات. كيف منحتم صفقات؟ هذه الصفقات الكبيرة تحدثتم في البداية. هذه بالنسبة لمنح الصفقات عن الجهة المختصة اللي هي جهة المراقبة الصفقات. ليس لديكم فكرة عنها؟ لا، ما عندي فكرة عنها، لأني ماني جهة اختصاص في منح الصفقات.
نعرف على أن موريتاني قال إنها وصلت المستوى، منحت عن طريق نعرف التراضي على موريتاني أنها كانت موسما كبيرا للفساد. نعرف على موريتاني وصلت درجة من الشفافية، وصلت آليات منح الصفقات لدرجة كبيرة من الشفافية فيها، اللي عدلت لها آلية مراقبة، ذيك آلية المراقبة في اللجنة، كامل من اللجنة أجل في اللجنة هذا تداولون في موضوع الصفقات؟ لا 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 غير ما تعنيكم، لا جهة تنظيمية. من تتبع؟ جهه ما انا عارف كل قطاع جهه الصفقات عندها مجموعه خالقين مستويات معينه، مستويات قطاعيه تتبع القطاع المعني، مستويات اعلى تتبع اللجنه المركزيه للصفقات. انا غير معني بذاك الموضوع. لماذا يتم ترحيل الفقراء من الاحياء القريبه؟ ما هو رحل اي فقير من موريتانيا، روح في مسارات في حي كبير. لا 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 تم ترحيله، لا تفرق، فرق بين املاك الخواص. وما انت ما عندك تتكلم عن حي رحل، ما تتكلم عن استغلال غير شرعي لملك املاك اخرين. لماذا نحن ننظر الرئيس الحالي لما وصل إلى السلطة اعتبر أنه هناك بعض الرموز الفساد الذين كانوا استولوا على بعض القطاعات أو القطاعات الكبيرة وأنها ليست لهم ووزعت منحت، هذه ليست أول حالة، هنالك الكثير. أنا ما يعني لماذا حينها كانت إنجازا ومحاربة للفساد والآن تصبح تفقدت تبارك أنها أملاك خاصة؟ الرئيس اللي يرفع شعاره الدولة ما هي متوقفة مبدئيا، والناس تتخاصم امام القضاء ويحكم القضاء بان هذا ملك اخر وملك زيد، ولا الى احكام القضاء بان هذا ملك عمر. يعني نقولوا لا، ما قد ننفذ الحكم باللي من هون لين تنتهي القيمه. القضاء مستمر، الامن مستمر، الدوله مستمره بجميع مفاصلها، ما في توقف. صحيح فم استثناء ان موريتانيا مستضيفه في حي الزمني معين حجم كبير من الضيوف، يالتهم يندارو في اريحيه كامله، يلا يلا يكحز عنهم الفقراء، لا لا يشوفوهم، جاي 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 يزعجهم مناظرهم ما هي ما هي ما هي جيده. اذا ما انت يلا ينزلقوا بعيد عن املاك ما متكلم. والرئيس ذاك اللي رفع شعار ارض للجميع وفعلا امتنحته هو اللي وضاح في التقسيمات اللي عدلت الاراضي الموريتانيه، اللي الحمد لله كل مواطن موريتاني حاولت الدولة انه يجبر قطع غير المواطنين قاع ما شاء الله. طبعا ما قبل القمة العربية، ما بعد القمة العربية للترحيل الفقراء يلا حنين يكرمونا بوحشهم ايام، لا تنسى مناظرهم ما هي مريحة، خليهم لا لا منظر مريح للجميع. موريتانيا مرتاحة لجميع مواطنينها، وكل حد يعيش ملزمة بانه توفر له الامان، غير مولي ضيفه لابد من يعود مرتاح. ونفرقوا بين الإجراءات الأمنية والإجراءات السياسية. كان إجراء سياسي يعود اتخذ له عشرات، بين اللي انت لك عشرات سنين فهم إلى عد كنت تتشوه السياسة. إذن هؤلاء ترحيلهم إجراء أمني، هذا إجراء قبل قليل قلت أنه ملك خصوصي وذلك هذا إجراء أمني. إجراء أمني عين على الشوارع في مسارات للقمة، حنيني فهمه، في مسارات للقمة من مكان الإقامة إلى مكان عقاد المؤتمر، هذا مسارات للقمة. مسارات الضيوف يالت تنفرض فيها ظروف أمنية معينة. كيفاش انا نقبل على ان الشارع تعود عليه السياره متعطله في مسار قمه؟ ترضى بها البلدة؟ الى جات البلديه لا يتقلعها، والله نعطى الامر بشرطه المرور انها تقلعها، نقول لا هذا ملك مواطن، ملك مواطن، سياره متعطله في الشارع نقول ملك مواطن. واحد على الرصيف عدل متجر صغير ما وفق المواصفات. هل صحيح انكم ستغلقون الاسواق والمنطقه وسط البلد كلها ايام القمه؟ احنا عندنا ما ذاك مولي لا من الشائعات اللي مطلقه على القمه، ياك الناس يندار في ذهنها يعني أنا على الاقل فم ظروف امنيه استثنائيه، ما فم ظروف امنيه صحيح. استثنائيه اللي صحيح على ان مسارات القمه، مسارات القمه في يوم معين ذيك المسارات لا تندار في ظروف امنيه تريح ضيف المولي. ويبدو ان نواكشوط الان عاد نواكشوطين، نواكشوط قمه العرب وهذا استفاد من طرق ومن اناره ومن اجراءات، ونواكشوط هذا نواكشوط دوك لا استفاد. هذا نواكشوط قمه العرب لا ينقفل في اثناء لا 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 لا, لا. نواكشوط قمه العرب من نواكشوط الى فصاله والى ركيز والى من الشمال للجنوب، هذا نواكشوط اللي قمه العرب باللي كامل اليوم كل مواطن موريتاني حتى في اقصى موريتاني مرتاحين، وكل حد ماد ايديه المولانا على ان قمه موريتاني تعود قمه متميزه في النجاح باللي يبقي البلد النجاح. لماذا تقتصرون في لجان الاسراف والاستقبال على مكون واحد؟ ياك شنو؟ لوائح اللجان ظهرت مختله بشكل لا 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 كبير لا لا. جدا. لوائح اللجان اللي معدله لجان الاسراف المرافقين والمرافقات لا 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 المرافقين والمرافقات هو المرافقين دكتور اللوائح كلها منشورة على فكرة. لا 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 منشورة من وزارة الخارجية منشورة، هي نشرت في الإعلام من زمان. وزارة الخارجية عليها ختم رسمي البروتوكول الدولي، هذا هو اللي يعتد به. وبروتوكول الدولة ظل الله علينا لين عدوا لا نحسبوا الألوان، بروتوكول الدولة بعد ما يشفع اللي قالها. محمد أمين سيدي مولود يقول شابت تحضيرات القمة شوائب كثيرة منها مخالفات صفقاتها للقانون، هذا تحدثتم عنه، تم منح الكثير منها وبمئات الملايين لزبناء شبه دائمين للسلطة، ما السر في ذلك؟
هذا احمد واللي اعتقد انكم اجبتوا على السؤال هذا، عندكم شيء فيه جديد؟ لا. احمد واللي طالب يقول تحياتي لضيفكم الكريم، سؤالي ما مدى صحه الاخبار التي نشرتها مواقع لبنانيه ان رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام قرر الاقامه في الدار البيضاء المغربيه بدل نواكشوط بسبب عدم ملائمه الفنادق؟ هل استفسرتم انتم في اللجنه لا هذا الموضوع؟ لا 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 لا، غير معنيين بهذا حقيقه، غير معنيين بحال. احنا عندنا فقط عن طريق وزاره الخارجيه والبروتوكول الدوله في توقيتات وصول مختلف الضيوف وفق البرمجه اللي معده، وكل ضيف يقول انا نصل اليوم الفلاني في الساعه الفلانيه. عمران حمود يقول هل المقاربه الامنيه الموريتانيه ضد الارهاب ناجعه بالفعل وتفوقت على فرنسا لمكافحه الارهاب مع الوسائل والاجراءات المشدده، هل ستقدمون هذه الاستراتيجيه وهذه التجربه؟ كانه يسال للضيوف. احنا نتمنى ان موريتانيا تظل دائما نموذج وعلنها في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والسلامة لمواطنيها نموذج، وهذا اللي نسعى له، أن يحتذي بين الآخرين في النموذج الموريتاني اللي نشوفه على أنه يلائمهم. على الأقل احنا بعد كمواطنين موريتاني راضين عن النموذج الموريتاني. علي السيدي يقول تحياتي لك ولضيفك الكريم، سؤالي هل هنالك فنادق سنغالية محجوزة للأعضاء وبعض الوزراء؟ لا علم لي بذلك، وحتى يختات وحتى بعض من المعلومات، وفي بعض طائرات في القمم العربية في ضيوف عندهم الوقت يجوا ب 24 ساعة قبل القمة، في ضيوف عربية ما عندهم الوقت يجوا وقت انعقاد القمة، في ضيوف عربية عندهم انشغالات اخرى يحضروا بعض دقائق من القمه، وهذا كله وقع ولا معناها ننتظروا على ان الضيف قد يصلنا 48 ساعه قبل القمه، ننتظروا ان الضيف قد يصلنا ساعه، وننتظروا ان الضيف يدخل فقط في القمه لمده 10 دقائق تنقبل الصوره التذكاريه، واذا ما معناها انسحاب ولا معناها فشل بقدر ما معناها على ان وقته ذاك هو اللي يسمح له فقط، وعلى ان موريتاني بالنسبه له بلد يستحق انه يعني ينجح ولو على الاقل ياتي ليلتقط على الاقل صوره. لا ليس ليلتقط الصوره، ليبارك اجتماع القمه. المرابط محمد رالا يقول تعتبر تجربه موريتانيا في العلوم الاسلاميه تجربه فريده نظرا لدوري المحضره في الحفاظ على اللغه العربيه وترك العلوم، فلما لا تقدم موريتانيا مشروعا عربيا هو المحضره وتكون اكبر جامعه عربيه في غرب افريقيا تمنح للدول العربيه وغيرها ويمكن التمويل جزء من ميزانيه الجامعه، هل فكرتم في مشاريع من هذا القبيل؟ والله هذا التعاون العربي المشترك في مجال الثقافة واحدة من الملفات اللي يتم تدارسها في القمم العربية، وهامش التحرك فيه كبير باللي من خلال وزارات التعليم والعلاقة بين الجامعات، وهو إرادة للقائمين على هذه المؤسسات يقدروا يوصلوا لنموذج عربي متميز في هذا المجال. منايا قدار تقول سؤالي بعد التحية، لماذا نفخر بزعامة الشيخ تسميهم العور الأفارقة العام الماضي والقمة العربية الآن ونضلل الرأي العام بهذه الزعامة، ثم ما الذي سيعود على البلد والمواطن الموريتاني والعربي من وراء قمة لمنظمة أصلا قراراتها غير ملزمة للدول الأعضاء وما يخرج منها عنها أصلا؟ أي ننجحوا في قدرات تنظيمية وهذا مهم، لأن ننجحوا في بعد تنموي في الاستضافة وهذا مهم، لأن ننجحوا في البعد السياسي والاستراتيجي فعلا دولة عندنا قادرين على استضافة القمة العربية، وهذا يلطن نفخر به كاملين، لأن ما علاش ما نعود سوينا موريتانيا من 45 جاي ومن وراء 60 من وراء استقلالها ما استضافت قمة، على ما استضافت قمة شنو علاش نقول ما نعود تساءلنا علاش موريتانيا إلا سمح لها الترتيب الأبجدي في السنوات القادمة وسمح لها شبيها ما تعود استضافت القمة، كان عذرها شنو؟ ضعف البنية، انعدام الأمن، انعدام ديك لم يسمح لها الترتيب الأبجدي قبل الآن. إلين هذه أول مرة نعود ذاك رفعنا يا غير كان يحق أن نزيحوا الآخرين، وعقب ذاك للعرب يالطهم هم اللي يقبلوا ويقعدوا راضيين. زيحهم كيف؟ كنا احنا موريتانيا كانت قادرة للاعتذار. علاش موريتانيا كانت تقول لا ما انا كنت قادرين على الاعتذار لكن ما كنت قادرين على ازاحه ناس دول اخرى. لا سيدينا نمين يقول لماذا يضيق علينا في حياتنا بسبب ان رؤساء عرب ياتون الينا؟ لو تفكروا ايضا في حياتنا لانك مواطن ان يضيق عليك؟ ما لا لانك مواطن تستحق. ما احنا قاعد وهو ذاك تعرف الفرق بين ذا شنو؟ بين اللي ينظر على الصف على انه تضييق وعلى انعدام الصف في الخدمه على انه ذاك تضييق وانما مدنيه. هذه نظريه جديده على كل لا ما هذا المدنيه. عبد الله مياره يقول لماذا حرمت مناطق من العاصمه من مشروعات ما حرمت اللي يعدل في هذه المناطق الاناره وذيك المناطق فيها طرق. برنامج واللي عدل فيها الطرق وذيك المناطق فيها واللي عدل وحتى كانت فيها اصلا
ما كانت فيه. دارت فيها لا في السنوات الأخيرة. لا أقصد يعني هذه المناطق دستور الطرق هي اللي ما كانت فيها أصلاً، هو المعيار. لا ما هو ذاك، هاي المناطق كانت فيها يا غير اندارت وفق المواصفات الحجم الضيوف اللي لا يجي في وقت واحد. مصطفى والجودة سؤالان يقول لضيفكم، أولاً حكومة تخالف دستورها فتجعل من جل مراسلاتها بالفرنسية، ما هي أرضية المصداقية التي تخطب عليها عروبتها؟ أم أن الأمر لا يعد وسيلة لاستدرار الصداقات؟ اثنين، كل القمم العربية السابقة تم تعظيمها بشكل عادي دون أن تجند لها نخب ولا وسائل إعلام، فما هو الدفع الدافع وراء كل هذا الإفراط في الدعاية؟ رعونا لنعود ما تابعنا القمم العربية السابقة. كانت القمم العربية السابقة لها بنفس الزخم الإعلامي وبنفس الجامعة العربية ذي اللي جابت الموريتاني من الإعلاميين ومن الوفود، هو نفسه اللي كانت تجيب في القمم السابقة، فقط أنها زادت أعداد انطلاقا من حجم طبيعة التنظيم والمشاكل المطروحة. أرجو الاختصار، لدي عدد من الأسئلة وباقي عندي للدقائق. الشريف الإمام يقول تحية لك وللضيف الكريم، هل هناك اتفاقية ذات قيمة استراتيجية بالنسبة للعرب عموما وموريتانيا خصوصا يتوقع ضيفكم أن يتم التوقيع عليها على هامش القمة ولو اتفاقية واحدة؟ لا هذا نخلوه للأيام القادمة، للأيام القادمة. احنا جاء هذا مبدئيا القيمة ما هي الرؤساء فقط، القيمة وزراء مالية، كبار مؤسسات تمويل دولية والعربية جات في موريتانيا. هذا في حد ذاته مكسب انهم يجوا لموريتانيا، وهذا النوع محمد من الاجتماعات محمد يعطي محمود الأولويات التنموية في موريتانيا. محمد محمود البشير يقول بعد التحية لك ولضيفك الكريم، لماذا لا تستضيف القمة الزعيم أردوغان كضيف الشرف ولو بواسطة خطاب مباشر عبر الأقمار الصناعية؟ هذا قرار سيادي الجامعة العربية. يحيى كرار يقول في ضوء الانقلاب التركي، هل يمكن أن يكون للقمة العربية موقف موحد من الانقلابات العسكرية؟ هذا وفق هذا يراجع جدول الأعمال القمة العربية، لأنه في جدول أعمال لا عاد هذا من النقاط لا زعماء الدورية يبتوا فيه. هل يمكن أنه تجربة مثلا الإفريقي الاتحاد الإفريقي، وموريتانيا كانت ترأس الاتحاد الإفريقي قبل فترة وحلينا فيه الكثير من المشاكل وكانت رئاسة متميزة. الميثاق، الفكرة التي أريد أن أقول هي أنه ميثاق الاتحاد الإفريقي طبعا من 99 من فترة أكد على منع الانقلابات واعتبر أنه أي دولة يقوم فيها انقلاب يتم تلقائيا تجميد عضويتها، ألا يمكن أن تقدم هذا الأمر يكون إسهام موريتاني؟ هذا موريتاني ما هي اللي تعدل جدول الأعمال؟ أم أنه العرب يعني لديهم علاقة غرام مع الانقلابات، من الصعب أن نقترح عليهم. موريتاني يعني ما هي اللي تعدل جدول الأعمال؟ جدول الأعمال تعدل الجامعة العربية وفق رؤية الأمناء الدائمون ووزراء الخارجية وطموحات الشعب العربي والزعماء العرب. إذا هذا هو اللي يعدل وفق جدول الأعمال. يبدو أن الوقت تقريبا أشرف على النهاية. لو طلبنا منكم أن تحددوا توقعكم لهذه القمة، العنوان الذي تتوقعون أن يصدر عن هذه القمة أو كيف ستسمى مستقبلا في تاريخ القمم العربية؟ في التسمية فاتعت موجودة في الإعلام هي قمة الأمل. لا أريد الأمل، هذا العنوان لديكم إن شاء الله. هذا العنوان موفق في الرؤية الاستشرافية للمستقبل. هذا عنوان أنتم مع قصة أيضا غرام، لكن الموضوع لكن قمة يعني عنوان فم أيضا جانب آخر هي الجدارة. عنوان فم طيب يقولون أن الوقت انتهى. لو في كلمة أخيرة، لو في كلمة أخيرة نداء تريد أن توجيهه للمواطنين، للقوى السياسية، للقادة العرب، أي شيء. هذه الظرفية الطالبين من المواطنين الموريتانيين يعرفوا أن القمة نواكشوط قمة متميزة في المكان والزمان، وعلى أن في انعقاد هذه القمة في موريتانيا يعتبر تحدي، وطالبين من المواطنين، القوى السياسية، الإعلاميين يساهموا مساهمة إيجابية في إنجاح هذه القمة، لأن قمة تحدي بالنسبة لموريتانيا. شكرا مرة أخرى دكتور محمد العمر على هذه المشاركة معنا. دكتور محمد العمر هو مكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية وعضو اللجنة الإشراف العليا على القمة العربية، مسؤول الملف الثقافي، نجدد له الشكر على مشاركته معنا، كما نشكر الفريق الذي أشرف على إنجاز هذه الحلقة، والشكر الجزيل لكم مشاهدينا الكرام، وإلى حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.